فارم بادز فيلم رعب أمريكي من إخراج جوناثان ليفين ويروي قصة خيالية بطلها آر الذي يتحول إلى شبح بعد مرور فيروس يدمر مدينته ويحول عددا كبيرا من السكان إلى أشباح. آر يلتقي بجولي ويقع في حبها فتحاول مساعدته على استرجاع خصائصه الإنسانية بعد أن اكتشفت أنه يسعى إلى حمايتها من بقية الأشباح. المتعة ستكون مضمونة عند مشاهدة هذا الفيلم، فالشخصيات مختلفة جدا عن الشخصيات التي نشاهدها عادة في هذه النوعية من أفلام الرعب. الأشباح أقل عنفا في هذا الفيلم، أحيانا نكتشف لديهم خصالا إنسانية، لهذا أؤكد للمشاهدين أن الفيلم مميز فعلا. الفيلم مقتبس من رواية إيزاك ماريون الذي أصدر أخيرا قصة جديدة بعنوان أشباح مليئون بالحب تماما كالبطل آر. Why me? Why did you save me? من بين الشباب الذين تعرفت عليهم وأقمت علاقة معهم، هناك من كانوا يعيشون على طريقة الأشباح، ولكنهم كانوا لطيفين جدا. بالنسبة لي، العلاقة التي جمعت بين آر وجولي في الفيلم تبرز المشاعر التي تعترينا عندما نقع في حب شخص فلا نعرف ما الذي يجب فعله وما الذي يجب قوله. الفيلم يعرض حالياً في قاعات السينما الأمريكية في انتظار وصوله قريباً إلى قاعات السينما الأوروبية. We're